السلام عليكم، رمضان كريم. بداية حول التسمية ديال الأزقة والشوارع، بعض الأزقة بالخصوص بمدينة تمارا بأسماء شيوخ السلفية الوهابية. التساؤلات المطروحة هي: أولا، من جاء بتلك الأسماء والغاية والأهداف من ذلك؟ ثم السؤال الأساسي: أليس من الممكن أن تكون تسمية الأزقة بأسماء وهابية غريبة عن المجتمع المغربي المعتدل؟ ألا يكون هذا تردية للتيار الوهابي داخل المدينة للحصول على أصوات مريديه؟ هذه مسألة، يعني إذا تحدثنا على الجانب المرجعي والديني لرئيس الجماعة اللي هو العدالة والتنمية، وما يترتب عن ذلك من حركة عقدية ومن سلوك يعني غير بريء، أنا في تقديري سلوك غير بريء، لأنه منين تيقول لك هو القول بوقوع الخطأ، يعني تيقول لك حنا ربما نخطئ، هي مزيان تخطئ، ولكن غادي تخطئ أنت بسمية الصحابة تخلطها مع أسماء الوهابية. عندك جوج حوايج: إلا أنت فعلا خلطت بيناتهم ما عارفش شكون هما الصحابة، هذا عذر سيكون أقبح من زلة. أما إذا كنتي عارف من هم الصحابة وشكون هاد الوهابيين وشكون هاد ذوي المرجعية السلفية الوهابية، فستكون بذلك تستبلد العقول ديال الساكنة وتستخف ذكائهم. لا يمكننا أن نخلط ما بين الصحابة رضي الله عنهم وما بين دعاة الإرهاب والتطرف، هي بمعنى المسألة غير بريئة. من الناحية القانونية عندنا المقرر الجماعي فيه تصويت ديال 15 عضو بدون أي امتناع عن تصويت قرار المجلس البلدي ما يلي تقسيم المدينة إلى 22 حي. هاد 22 حي هي بنو رشد، الوفاق، الأندلس، وتكملوا سميتو. ما فيهاش الحديث على الأزقة ونوعية الأزقة وشكون دار سميتو. تسمية الأزقة جاءت في العرض ديال المستشار أو نائب الرئيس آنذاك اللي كان مكلف بهاد العملية اللي ديال تقسيم ديال الأحياء وديال كذا. وفي العرض ديالو جاء لأنه حي المنصور الذهبي يجب أن يكون فيه، أو المقترح اللي يكون فيه هما أسماء الصحابة رضي الله عنهم. وفعلا المجلس كله بدون استثناء قرر وصوت مع الرئيس. ولكن باش يجي الرئيس عاود من بعد ويقول لك بأننا أن المجلس الهيئات السياسية اللي كانت في داخل الجماعة كلها صوتات وبالإجماع على أنه يكونوا أسماء ديال السلفيين وديال هذا، فهذا فيه نوع من التدليس ونوع من الخبث السياسي ونوع من الاستبداد بالرأي. هذا هو اللي سميتو. ومشكور كل من الإخوان في حزب الاستقلال وأيضا الإخوان في الاتحاد الاشتراكي اللي داروا تفاعلوا بسرعة وفندوا ذلك جملة وتفصيلا، مع العلم أنه الآن مطلوب من السلطات المحلية أنها تفتح تحقيق، وربما حتى على مستوى النيابة العامة يجب فتح تحقيق في هذا الأمر. لأن أولا السيد اللي طبع أو الشركة اللي طبعات دوك اليافطات دوك اللوحات خصنا بعدا بناء علاش طبعاتهم، خصها مقرر، خصها قرار إداري، خصها قرار ديال الشرطة الإدارية بعدا. وقرار الشرطة الإدارية يستخرجه الرئيس منين؟ من المقرر ديال الجماعة. المقرر ديال الجماعة لم يتحدث على الأزقة، المقرر ديال الجماعة تحدث فقط على تسمية الأحياء فقط لا غير، ولغى مجموعة من الأحياء كالسمارة وعقبة منافع ومولي إسماعيل. ثم الرئيس في تدخله بالأمس تحدث على حق نحن عندنا اسماء ديال اليساريين وديال كذا، وجبد عبد الرحيم بوعبيد وجبد علي عتا وجبد
انا اتحدى يعطيني شي زنقه تحمل اسم مثلا علي عتا او عزيز بلال او عبد الرحيم بوعبيد او علال الفاسي، هذا ما عرفتهمش انا، ما كاينينش، ما عمرني شفتهم انا ولد المدينه، ما عمرني شفت هادشي.